اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في اولى حلقاتنا هذا الاسبوع من برنامج الجدعان حابب اعلن عن تجربه هامه جدا تم تنفيذها في كليه الزراعه بجامعه المنيا وحققت لغايه النهارده نجاح كبير جدا. الدكتور ابو بكر طنطاوي هو استاذ المحاصيل الحقليه المخضرم، نجح في تجربه كبيره جدا سنه 97 وهي زراعه القمح بنظام الشتلات، وحققت نجاح كبير جدا في وقتها لدرجة ان تم نشرها كبحث علمي. النهاردة اعاد هذا الامر مرة اخرى، زراعة الاقماح المصرية بنظام الشتلات. طبعا ده ليه فوائد كبيرة جدا. المعروف ان زراعة القمح في مصر بتكون خلال شهر نوفمبر، الفلاح بيبدر التهوي في الارض وهكذا تبدأ الزراعة، ولكن بنظام الشتلات بتبدأ الزراعة في واحد يناير. احنا بنزرع شتلات وليس تقاوي. الدكتور ابو بكر طنطاوي قال لبرنامج الجدعان ان التجربة حتى اليوم ناجحة بصورة كبيرة جدا، وده معناه انه في حالة التأكد من جدوى زراعة القمح بنظام الشتلات ان احنا مش هنواجه بعد كده اي مشاكل في حشائش القمح. احنا عدينا المرحلة الحرجة اللي بيتعرض فيها في اول 25 يوم محصول القمح لأضرار الحشائش سواء الرفيعة او العريضة. كمان بنظام الشتلات بنوفر 50% من التقاوي، بنوفر كمان حوالي ريتين مهمين جدا للقمح المصري، ده بخلاف ان ممكن المزارع من خلال إيراد واحد يزرع 4 و5 فدان، طبعا الإيراد ده مزروع بشتلات القمح. وما تنسوش كمان ان مع الزراعة الجديدة اللي هي بنظام الشتلات احنا بننزل شتلات القمح في الارض من اول 1 يناير حتى 15 يناير، وبالتالي المزارع ممكن ياخد حشتين برسيم او يزرع خضر نيلية. اذا هو نظام كله منافع. خلي بال حضراتكم دايما مشاكلنا مع القمح المصري هو ميعاد الزراعة، لدرجة ان في ناس بتسيب اراضيها عشان تستعد لزراعة القمح المصري، وبالتالي نظام الشتلات يتيح العديد من المزايا. قريب جدا هنرصد لحضراتكم كل مميزات نظام زراعة القمح بالشتلات، ده نظام ممكن يغير وجه زراعة الأقماح في العالم، ونحن رواد في الأساس على مستوى العالم في زراعة الأقماح. ألف تحية للدكتور أبو بكر طنطاوي أستاذ زراعة المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة بجامعة المنيا. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان.